بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية برحب بكل السادة الإعلاميين اللي متواجدين واللي كانوا طبعا حريصين إنهم يكونوا موجودين بشكل استثنائي، طبعا من دواعي يعني فخري وسروري إن يكون عندي الفرصة إن نقدم أحد عظماء كرة القدم في العالم مستر كارلوس كيروش. مستر كارلوس كيروش تاريخه يسبقه، كل اللي قاعدين هنا يعرفوا تقريبا كل حاجة عنه بالتفصيل. في البداية قبل ما أتكلم عن الظروف والملابسات، لازم أشكر الكابتن حسام البدري وجهازه الفني على الفترة اللي أدوها وقدموها في الفترة اللي فاتت دي. مرحلة جديدة للكرة المصرية، نتمنى إن شاء الله بإذن الله إنها تكون مواكبة للتوقعات، لتوقعات الجماهير المصرية بشكل عام. كلنا نعرف إن إحنا السنة دي مصر بتحتفل بمئة سنة اتحاد كورة، بعد مئة سنة كورة طبيعي إن شاء الله بإذن الله إن يكون مستوانا أفضل، أدائنا أحسن، نتائجنا على نفس المستوى والمرحلة. فبقدر التطلعات وبقدر الطموحات كان من الطبيعي ان احنا نقدم اسم يليق بهذه التطلعات. طبعا برضو ما انساش ان ارحب بكل الابناء الاتحاد الجهاز الفني المصري المعاون، طبعا مستر كيروش عنده الجروب برضو المعاون اللي معاه، الكابتن ضياء السيد، الكابتن وائل جمعه، الكابتن محمد شوقي، الكابتن عصام الحضري، طبعا المجموعه المتبقيه من الجهاز الطبي والاداري معروفين ليكم وهم موجودين بشكل مستمر. حاجه بس مهمه جدا اقولها، ان احنا عندنا صحيح الفتره قصيره، لكن الحمد لله ثقتنا في خبره وكفاءه المدير الفني كل المجموعه المعاونه ان شاء الله هتكون هنعدي الفترة القريبة ونروح بقى للي احنا ان شاء الله كلنا مستنيينه. صحيح ان عندنا تصفيات، مباراتين في اكتوبر ثم مباراتين في نوفمبر، كاس العرب في ديسمبر في قطر، كاس الامم الافريقية يناير فبراير، ثم ان شاء الله مباراتين البلاي اوف او التأهل في مارس، ثم ان شاء الله في قطر في نوفمبر المقبل يكون المنتخب المصري مشارك ومشاركة تليق باسم وسمعة الكرة المصرية. كل اللي احنا نقدر نعمله، احنا بنوعد ان احنا نقدم كل اللي نقدر عليه كاتحاد، كل التعاون ان شاء الله باذن الله. نبعد تماما الجهاز الفني ومجموعه المعاونين عن اي امور داخليه. بنطلب من الجميع التركيز والاستقرار واعطاء الفرصه للجهاز ان هو يشتغل ويقدم المرجو منه. مرة أخيرة قبل ما أترك المساحة، طبعا الناس عايزة تسمع مستر كيروش أكتر. هو كان في البداية كانت الفكرة أنه يكون مؤتمر تقديم، هو الراجل قال يعني خلاص، يعني هو ما كانش مرحب أن الناس تيجي وتمشي، ما يسمعش منها بعض الأفكار. أنا حتى هستأذن من الأستاذ أسامة إسماعيل أن هو الراجل فضل يكون حتى انه يرد سؤال سؤال، يعني حتى لو الاسئله مكتوبه فهو يرد سؤال سؤال عشان يكون يعني بعد ما يتسال السؤال هو يرد عليه، ما يبقاش جماعي عشان يعني يكون الناس تحس برضو بالتواصل. حاجه برضو هو الراجل يعني ذكرها، قال ان احنا لازم نقدم بشكل مستمر المعلومه للاعلام عشان الناس ما تجتهدش. فالمعلومه ان شاء الله شبه يوميه، لم تكن يومية يعني، حتى في فترات اللي ما فيش فيها تجمعات بشكل يكون فيها على الأقل نشرة أسبوعية لكل تحركات الجهاز الفني، لكل شغله، لكل عمله. يعني الحقيقة اللي أنا لمسته من الراجل هو تقديره لدور الإعلام واهتمامه بأنه شريك أساسي في النجاح، وأنا كل ثقة في أن كل اللي متواجدين دول من اختلفنا أو اتفقنا معاهم كلهم حريصين على مصلحة المنتخب. ولو الناس كلها هتمشي في تراك ان احنا كلنا نخدم الوضع الحالي ونقدم الاستقرار المطلوب للجهاز الفني ان شاء الله حتى
يستطيع انه يحقق طموحاتنا كلنا هنكون على نفس المستوى والمرحله. انا بشكركم، وطبعا عايز اترك الفرصه الاكبر للمستر كارلوس كيروش اللي انا بشكره مره تانية لاستجابته السريعه ان هو يتواجد، ومش عايز انسى الشكر لمستر نيلو بنجادة اللي هو برضو كان داعم جدا في اتجاه التواصل السريع، وده عشان نكون منطقيين وصراحة ان هو كان سبب سريع في الكونتاكت المباشر. لم يتدخل اي طرف من اي جهة في الحوار او الكلام، الحوار كان مباشر ما بيننا كاتحاد وبين الراجل، وانا سعيد بكلمة قالها ومش عايز انا يعني اقطعها عليه. هو قال انا بتمنى انا وصلت كاس العالم 4 مرات بمنتخبات، واتمنى ان شاء الله ان يكون المرة الخامسة مع منتخب مصر، فهدفه ان شاء الله هو هدفنا الفترة القادمة. Right. Good morning, ladies and gentlemen, Mr. President, members of the board, members of the administration of the Egyptian Federation, and I can start to say my special partners and friends, members of the technical staff. Good morning. And I would like to start with the most important word that I learned all over the world in my football journey. Shukran. هو في البداية بيرحب بحضراتكم ويصبح عليكم على سيد رئيس الاتحاد وعلى أعضاء التيم بتاعه الاستثنائيين اللي هو بيعتبرهم من أعضاء الاستثنائيين بعد عليكم معاهم، وهو سعيد بتواجده في مصر. So, shukram to Egyptian Federation. Thank you. And it is a great privilege for me and an honor for me to be part of this family. From now on, I am, if you allow me to say, not a natural, but a really Egyptian as well, fighting and doing whatever I have for my knowledge and experience to do my best to fulfill the dreams of 105 million people in Egypt. عشان نقاتل من اجل ان احنا نحقق احلام المصريين في الوصول لكاس العالم. Be part of one family that have such a huge history make me feel very very proud. اني اكون جزء من هذه المنظومه بيجعلني فعلا اشعر بالفخر الشديد. 7 cups, 3 World Cups participation. Big names in the history of football. So history makes us, all of us, proud to be part of that history. But I'm talking with humble. A lot of humble, because humble also gives us the responsibility. Humble. It is with humble that you take the full responsibility to deliver it to the people. World Cup is a very tough and difficult race. It's a marathon. It's not a sprint. كأس العالم مش حاجة سهلة، حاجة صعبة للوصول ليها، ولكن سنة سعيدة.
In order to succeed, you need what I learned. I study a bit from Egyptian history. In order to succeed, you need to do as all Egyptians in the last 3,000 years. أنا تعلمت من التاريخ المصري إن إحنا من أجل الفوز لازم نتعلم أو نأخذ العبرة من 3000 سنة السابقة. هي طبعاً 5000 سنة. Develop. 7000 سنة. 7000, but I'm talking the modern history, the modern. since the nutrition revolution in Low Egypt, when the Egyptians they changed the way of eating in the world. So, what I learned from that period and all the history was the Mayat culture, the Mayat mentality, the Mayat attitude. And I think with that Mayat attitude around the team, we'll be able to succeed and move forward with our dreams. M-A-E-T. من الخبرات ومن الثقافات ومن التحديات اللي بيشملها الفريق بتاعنا هو ان شاء الله يوصلنا للاحلام. So this is time not really to talk too much. This is time to deliver it. ده مش وقت الكلام كتير انما ده وقت العمل. This is not time for me for answers. This is time for me to make questions and learn as much as possible to make the right decisions for the team. وده مش وقت أسئلة كتير إنما ده وقت عملي ووقت أسئلة مع فريقه عشان يقدروا ياخدوا القرارات المناسبة عشان يقدروا المشوار. So with the help of God and my staff and the support of the Federation, مع توفيق ربنا ومساعدة زملائه ومساعدة الاتحاد. I do believe that we need to put together united one dream. لازم نحط كلنا حلم واحد نشتغل عليه. One heartbeat at the same time. One heartbeat. هو بيقول مصطلح دقة قلب واحدة كلنا نشتغل عليها. One heartbeat of 105 million people beating at the same time. وعايز كمان تبقى دقة قلب واحدة لعدد 105 و110 مليون مصري عشان نقدر نشتغل ونوصل لحلمنا. Thank you to the press to be here today because you people, you represent the fans, the supporters of Egypt. Thank you very much for all of you. يشكر الإعلام فكل اللي هم اللي بيمثلوا الدعم والمساندة للمصريين كلهم. And my final words for the players. آخر كلمة ليا هتكون للاعبين. I can guarantee and promise that I will dedicate my life and my commitment to them. إن هو هيدرس حياته وعيشته كلها ليهم. To make them to be better. ليجعلهم أفضل وأفضل. To build a better team in order for us to be able on the field to perform and fulfill the dreams of all Egyptians in the World Cup. Fulfill the dreams of all Egyptians in the World Cup. Shukran to everybody.